بسم الله ابن روح القدس الان واحد امين. كل سنه طيبين. النهارده الحد الخامس في الصيام، واحنا لما بنوصل الحد الخامس اسمه حد ايه يا جماعه؟ مين بيقول حد التناصير؟ لا مش حد التناصير، الابن الضال. لا انت كده هترجعنا الصيام كله. ايوه حد المخلع، مظبوط كده. و حد المخلع يعني انا عايز نقول مفروض كلنا صايمين وكلنا واخدين بركه الصيام، وفرصه حلوه وجميله ان احنا يا ريت كلنا نكون بنشجع ولادنا سواء كانوا شباب او اطفال على ان هم يصوموا ويبتدوا الصيام. فدي الحاجات بسيطه، فتره بسيطه في الصيام، وقد ايه كلنا محتاجين للصوم والصلاة في الأيام دي. كلنا لما بنوصل لحد المخلة بنلاقي الموضوع بيتكلم عن إزاي ربنا شفى إنسان كان له 38 سنة مريض. والحقيقة أنا عايز أقول لكم على حاجة، اللي له 38 سنة مريض ده موضوع بيدينا أمل كبير جدا ورجاء كبير جدا إن مفيش حاجة مستحيلة على ربنا. ويعني إنسان زي كده قعد 38 سنة وهو قاعد على البركة ومستني على أمل إن يجي إنسان يساعده. وطبعا ياما ناس عدت عليه وما ساعدتوش، وياما ناس جت بصت عليه كده وشافته مشيت. عشان كده احبائي احنا مش عايزين نحط رجانا ابدا في الناس، لكن خلي عينينا دايما على المسيح. الحاجه المهمه قوي اللي انا عايز اقول لكم عليها، ممكن يبقى انا ليا 38 سنه يعني مدمن لحاجة معينة، أو ليه 38 سنة في عداوة بيني وبين حد معين، 38 سنة يعني مكسل عن الصوم أو عن الصلاة أو عن الاعتراف، 38 سنة يمكن متعودتش إن أنا ندي العشور زي ما الكتاب المقدس بيوصيني بيقول هاتوا العشور وجربوني. يعني حاجات كتيرة ممكن تكون في حياتي لها 38 سنة أو لها فترة طويلة أيا كان أكتر أو أقل، المهم إنها في الآخر إيه؟ إن أنا فترة طويلة جدا ما عندي مشكلة صعبة الحل. طب وبعدين إيه الحل يا جماعة؟ عارفين إنجيل عشية كان بيتكلم عن إيه؟ إنجيل عشية بيقول ثم قال مثلا لكي يصلوا كل حين ولا يملوا. يبقى أنا أول خطوة النهاردة عايز نتعلمها وتعلمها ويعلمهاني الراجل كده المخلع ده هو إن أنا نصلي كل حين ويبقى عندي حياة الصلاة ويبقى دايما بنصلي وبنطلب من ربنا ونبقى واثق ان انا على قد ما بنطلب من ربنا على قد ما ربنا بيستجيب للصلاة. يبقى اول درس ربنا بيعلمهوني النهاردة وانا في حد المخلع اللجاجة في الصلاة، الاصرار اللي وصاني بيه ربنا، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. يا جماعة بلاش تقول أنا صليت الموضوع ده ما ربنا ما استجبش. ما هو ما ينفعش إن أنت تقول كده إذا كان ربنا نفسه بيقول لك يا جماعة صلوا كل حين ولا تملوا، وضرب مثل القاضي اللي ما كانش بيخاف الله ولا يستحي من الناس، والراجل ده هو كان فيه أرملة في البلد وكانت بتجيله كل شوية علشان تقول له انتقم لي ممن ظلمني،
طب يا ترى القاضي ده ممكن يعمل ايه؟ قال لك ان كنت لا اخاف الله ولا استحي من الناس فمن اجل ان هذه المرأة تتعبني، الست دي تعبتني عمالة تلح عليا، فانا على طول لازم نستجيب ليها. عشان كده احبائي اول درس لازم نقف عنده ان احنا ايه، ان احنا نصلي باستمرار ونثق ان الصلاة هي اللي هتدينا قوة ونعمة علشان نتقابل مع المسيح ونلاقي حل لأي مشكلة عندي أو أي حاجة تعباني أيا كانت، وبالتالي يبقى أنا باستمرار في حالة صلاة دايما. مهم جدا وأنا بنصلي زي ما بيقول لنا معلمنا بولس الرسول النهارده، يجب أن نشكر الله كل حين. هنشكر ربنا كل حين، يبقى هنا الصلاة دايما، الصلاة بشكر ربنا، نشكر ربنا كل حين، ونبقى بنشكره سواء إذا كان في أوبئة، سواء إذا كان في فيروس، سواء إذا كان في مجاعة، سواء إذا كان في شغل، سواء إذا كانش في شغل، أيا كانت الظروف أنا هنشكر ربنا كل حين زي ما علمنا بولس الرسول بيقول لنا النهارده في الرسالة بتاعته إلى أهل تسالونيكي. وبعدين يرجع بقى النهارده في الكاثوليكون في رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بيقول يا جماعة أنا عايز نقول لكم لازم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة جدا جدا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون يسلكون على حسب شهواتهم قائلين أين هو موعد مجيئه. يبقى أنا هنصلي كل حين، هنشكر ربنا على كل حال. الحاجة الثالثة المهمة قوي إننا نستعد من أجل مجيئه، لأن موضوع مجيء المسيح ده موضوع المجيء الثاني، ده موضوع مهم جدا بالنسبة لي. خدوا بالكوا الراجل اللي كان قاعد 38 سنة ولما حد كان بيعدي عليه ويقول لهم ما هو ممكن ربنا يجي ولا ربنا يتصرف كانوا بيضحكوا عليه. دلوقتي لما احنا نقول المسيح جاي او ان احنا بنؤمن ونثق ان في مجيء تاني وان المسيح هيجي للدينونة ممكن الناس تضحك علينا. ليه يا جماعة؟ لان زي ما بيقول معلمنا بطرس الرسول ان منذ رقد الاباء هكذا يبقى الكل كما كان منذ بدء الخليقة، لان هذا يخفي عليهم بإرادتهم أن السماء كانت منذ القديم والأرض القديمة من... يعني معلمنا بطرس الرسول بيقول يا جماعة أنا عايز أقول لكم أن المشكلة الناس اللي بتشكك في مجيء المسيح الثاني بتقول ما هو كل حاجة زي ما هي من بداية لغاية دلوقتي، بس بالنسبة لنا إحنا بنرفض الشكوك ديت ونؤمن ونثق ان في مجيء ثاني. رابع نقطة مهمة قوي معلمنا بطرس الرسول بيقول لنا عليها في القراءات بتاعة النهاردة، بيقول يا جماعة ليه المسيح ما جاش لغاية دلوقتي المجيء الثاني؟ مقياس الزمن مختلف بيننا وبين ربنا، يوم واحد كألف سنة وألف سنة كيوم. المقاييس بتاعتنا الساعة بتاعتنا مختلفة عن الساعة بتاعت ربنا، ودي نعمة من عند ربنا، لأن هو مقياس الزمن مختلف، وبالتالي فهو لسه ما جاش لغاية دلوقتي. بنؤمن بمجيئه، بنرفض الشكوك في كده، بنثق إن هو إيه، إن مقياس الزمن مختلف، عشان كده هو جاي ما فيش شك في كده. الحاجة التانية اللي بعد كده خدوا بالكم يا جماعة،
يظن قوم أنه سيتباطأ، لكنه يتأنى عليكم وهو لا يريد أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. هو ربنا هيتباطأ، هو ربنا يعني معلش سامحوني مش لاقي مواصلات يجي لنا، هو ربنا يعني لو عايز يجي دلوقتي مش هيجي. عموما عايز اقول لك على حاجه، سيبك من المجيء الثاني على المستوى العام، ايه رايك ما كل واحد فينا معرض ان يجيله، ربنا ما يسمحش، اي حد فينا ممكن يجيله الفيروس بتاع كورونا، واي واحد فينا ممكن يبقى ايه، يبقى الفيروس ده عباره عن المجيء الثاني بتاع المسيح يمشي بعد كده. طيب يبقى انا المفروض نكون في حاله ايه، نكون في حاله السعادات، يبقى صلاه شكر لله كل حين، منتظرين ومتوقعين مجيئه وسرعة مجيئه. ربنا مقياس الزمن مختلف، بعد كده ربنا يتباطأ، مش بيتباطأ، ربنا مطول باله، بيتأنى مش بيتباطأ، بيتأنى علشان يدينا فرصة للإيه، فرصة للتوبة، وبالتالي يتأنى عليكم وهو لا يريد أن يهلك أحد، لأن ربنا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. خدوا بالكم، الله يريد أن الجميع يخلصون، حتى اللي له 38 سنة بعيد عن ربنا، حتى اللي له 38 سنة ما عرفش يتوب، ربنا مطول باله وعايز توبته وعايز رجوعه وعايز خلاصه وعايزه يرجع. عشان كده ربنا بيتأنى، وربنا لما بيتأنى ان طول أنات ربنا انما تقتادنا الى التوبة. ربنا قصده انه ايه، عايز يوصلنا للتوبة، فهو مش عايز حد يهلك بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. أهم حاجة عايز نفتكرها على طول، وهو سيأتي كلس. يا جماعة المجيء الثاني محدش يعرف معاده، يمكن حكيت لكم قبل كده في سنة من السنين، سنة 42 أعتقد، في أسيس في بلد من بلاد في أمريكا أعتقد، قال للناس المسيح جاي يوم كذا الساعة كذا، بيعوا كل حاجة ما تروحوش الشغل، كلنا نطلع على الجبل الفلاني ونستنى المسيح لأنه جاي. والناس ما راحتش الشغل وباعت بيوتها وسابت كل حاجة وطلعت على الجبل وقعد تستنى المسيح يجي، مجاش. وبعدين قال لهم he changed his mind، يعني رجع في كلامه. الكلام ده يا جماعة كلام فاضي، فيش حاجة حد يعرف، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكن حيجي كلس. نصلي كل حين، نشكر كل حين، نتوقع أو ننتظر مجيء المسيح كل حين، نرفض أي تشكيك في مجيء المسيح، نفتكر أن عامل الزمن بيننا وبين ربنا مختلف، نفتكر أن ربنا مش بيتباطأ لكن يتأنى علشان يدينا فرصة للتوبة. لكن في الآخر خليك فاكر أنه سيأتي كلس، عشان كده نكون مستعدين، لأن في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. ربنا يدينا نعمة، يدينا معونة، يدينا نعمة الاستعداد والسهر، يدينا حياة الصلاة دايمة، يدينا أن احنا نعيش للمسيح كل الأيام. ياريت اليومين دول يبقى فرصة اللي ما بيصليش يصلي، فرصة اللي لسه مكسل عن الصوم يصوم. يا جماعة اللي ما بيعترفش يعترف، الفرصة حلوة ان احنا نقدم توبة جماعية ونرجع لربنا من كل قلوبنا
لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.